السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم متابعين قناة متابعي قناة من آخر خلاصة، معكم محمد نور الدين. ترتيب فرق الدوري الإسباني وترتيب الهدافين بعد مباريات اليوم الأحد 13/3 مارس 2022 في الجولة 28 من الدوري الإسباني. اليوم متابعين الكرام، رايو فاليكانو تعادل أمام إشبيلية 1-1. أحرز هدف رايو فاليكانو بيبي في الدقيقة 46، هدف إشبيلية عن طريق توماس ديلاني في الدقيقة 63. ريال بيتيس فازت على أتلتيك بلباو 1-0، أحرز الهدف بورخا في الدقيقة 20. ريال سوسيداد فازت على ديبورتيفو ألفز 1-0، أحرز الهدف اللاعب زوبيمندي إبانزي في الدقيقة 70. وبرشلونة فازت على أوساسونا 4-0، فوز كبير جدا لنادي برشلونة، أحرز الأهداف فيران توريس من ضربة جزاء في الدقيقة 14، فيران توريس في الدقيقة 21، أوباميانج في الدقيقة 27، وريكارد بويج في الدقيقة 75. بكرة بإذن الله تعالى آخر مباراة في الجولة، مباراة مايوركا أمام ريال مدريد الساعة 10 مساء بتوقيت مصر، 11 مساء بتوقيت مكة المكرمة، على قناة بين سبورتس اتش دي 1 الأولى العادية وبين سبورتس اتش دي 1 بريميوم. الجولة بدأت يوم الجمعة الماضية 11/3 مارس 2022، أتلتيكو مدريد فازت على قادش 2-1. أمس السبت 12/3 2022، ليفانتي تعادلت أمام إسبانيول 1-1، غرناطة خسرت من إليتشي 0-1، فياريال فازت على سيلتا فيجو 1-0، وختافي تعادلت أمام فالنسيا 0-0. خلينا نتعرف على ترتيب فرق الدوري الإسباني وترتيب الهدافين بعد مباريات اليوم وفوز برشلونة الكبير بقيادة تشافي هرنانديز. متابعينا الكرام، تصدر الدوري حاليا في المركز الأول ريال مدريد ب 63 نقطة، إشبيلية في المركز الثاني ب 56 نقطة، برشلونة المركز الثالث ب 51 نقطة، خلي بالك لها مباراة مؤجلة كمان. أتلتيكو مدريد المركز الرابع ب 51 نقطة، ريال بيتيس المركز الخامس ب 49 نقطة، ريال سوسيداد المركز السادس ب 47 نقطة، فياريال المركز السابع ب 45 نقطة، أتلتيك بلباو المركز الثامن ب 40 نقطة، فالنسيا المركز التاسع ب 37 نقطة، سيلتا فيجو المركز العاشر ب 35 نقطة، أوساسونا المركز 11 ب 35 نقطة، إسبانيول المركز 12 33 نقطة، رايو فاليكان المركز 13 ب 32 نقطة، إليتشي المركز 14 ب 32 نقطة، ختافي المركز 15 ب 28 نقطة، مايوركا المركز 16 ب 26 نقطة، غرناطة المركز 17 ب 25 نقطة، قادش المركز 18 ب 24 نقطة، ديبورتيفو ألافيز المركز 19 ب 22 نقطة، وليفانتي المركز 20 والأخير ب 19 نقطة. متابعين الكرام، المباراة المؤجلة هي أمام نادي رايو فاليكانو، مباراة برشلونة أمام نادي فاليكانو. خلينا نتعرف على ترتيب الهدافين. متصدر الهدافين أبو إبراهيم كريم بنزيما لاعب ريال مدريد المركز الأول ب 20 هدف. المركز الثاني إنيس أونال لاعب ختافي ب 13 هدف، وإياغوس باس لاعب سيلتا فيجو، وراؤول دي توماس لاعب إسبانيول، وفينيسيو جونيور لاعب ريال مدريد. والمركز الثالث خواني لاعب ريال بيتيس ب 12 هدف، وخوسيلو لاعب ديبورتيفو ألافيز. المركز الرابع أنخيل كوريا لاعب أتلتيكو مدريد ب 11 هدف. والمركز الخامس غونزالو غوديز لاعب فالنسيا ب 10 أهداف، ومنفيس ديباي لاعب برشلونة، وكارلوس سولير المركز السادس لاعب فالنسيا ب 9 أهداف، يتساوى معه لويس سواريز لاعب أتلتيكو مدريد، وميكل أورزابال لاعب ريال سوسيداد. خلينا نتعرف على ترتيب صناعة الأهداف. متصدر صناعة الأهداف في المركز الأول أبو إبراهيم كريم بنزيما لاعب ريال مدريد صنع 10 أهداف. المركز الثاني أوسكار تريخو لاعب رايو فاليكانو صنع 9 أهداف. والمركز الثالث مونياي لاعب أتلتيك بلباو صنع 7 أهداف، وجوردي ألبا لاعب برشلونة، وخورخي دي فروتوس لاعب ليفانتي، وعثمان ديمبلي لاعب برشلونة، كل دول في المركز الثالث صنعوا 7 أهداف. المركز الرابع أليكس برينجور لاعب أتلتيك بلباو صنع 6 أهداف، ودانيال باريخو لاعب فياريال، ونبيل فقير لاعب ريال بيتيس، وسيرجي دارادير لاعب إسبانيول، وفينيسيو جونيور لاعب ريال مدريد. اشترك في القناة، فعل زر الجرس، اعمل لايك للفيديو. متابعين الكرام، كان معكم محمد نور الدين، نراكم في فيديو اخر باذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.